معركة بين حماس وبين إسرائيل. مهم جدا أشرح للمشاهدين إنه إسرائيل مش عم بتحارب الفلسطينيين، إسرائيل عم بتحارب حماس. حماس هي منظمة إرهابية هدفها قصف إسرائيل وبالأخص قصف الأبرياء. افهموا، من قبل أسبوع حماس أكثر من 3000 صاروخ أطلقوا على إسرائيل بشكل عشوائي على أبرياء من عرب ومن يهود. وللأسف الشديد أب وبنته من مجتمعنا الإسرائيلي قتلوا على يد صاروخ من حماس في منطقة اللد. اتشوش بس شوي الصوت، عم تقول في أب وبنته من عرب إسرائيل تم قتلهم؟ عن طريق صاروخ من قبل حماس في منطقة اللد. طيب للأسف الشديد، ومش بس هيك، في مناطق المثلث وفي القدس لما ضربوا أول يوم على القدس. ما القدس يعني خلينا نفهمها، القدس الشرقية أغلبها عرب. القبة الحديدية أنقذت من الصواريخ اللي كانوا لازم ينزلوا على القدس الشرقية. القبة الحديدية هي اللي أنقذت العرب اللي ساكنين في القدس الشرقية، القبة الحديدية الإسرائيلية.